في الحقيقة احنا عندنا موضوع غريب ومهم جدا جدا جدا. بعد ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل غير مسبوق، كشفت دراسة حديثة عن قدرة بعض أنواع البكتيريا، وحط تحت البكتيريا دي كذا خط، قدرة بعض أنواع البكتيريا على التخلص من الغازات القوية المسببة لارتفاع درجات الحرارة اللي بشهدها العالم الآن. صحيفة الجارديان البريطانية قالت إن في فريق من جامعة لونج بيتش الأمريكية جربوا أنواع من البكتيريا الآكلة لغاز الميثان لمعرفة كفاءتها، ولقوا إن نوع بكتيريا اسمه الميثانو توفليكروبيوم نجحت في إنها تاكل الميثان بكفاءة عالية جدا. إحنا معانا على التليفون الدكتور محمد عادل، أستاذ الفيروسات بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على جميع المشاهدين. أهلا بيك يا دكتور. هل في بكتيريا يعني يمكن أن تنشأ على الأرض وتنتقل للهواء وتأكل غاز الميثان أو تأكل طبقات الأرض؟ ما حقيقة هذه المعلومات؟ هو فعلا يا فندم في حاجة اسمها بكتيريا بتأكل الميثان أو بتأكل غاز الميثان، دول بيسموها الميثانوتروف. حقيقة أن هم اكتشفوها سنة 2007 ولقوها في وعاء طيني في بركان سولفاتارا الموجود في نابولي الإيطالية، في بركان، واكتشفوا أن البكتيريا دي بتعيش في درجة حرارة عالية جدا، بتوصل لدرجة 55 درجة، ودي درجة 55 درجة دي درجة عالية تقدر تعيش فيها البكتيريا، وبتقدر تعيش في وسط حمضي بنسميها البي اتش ممكن توصل لواحد وثلاثة، ودي برضو درجة حمضية عالية جدا. وابتدوا ان هم يعملوا عليها دراسات ويشوفوا ايه قصه البكتيريا ديت، وهل ان احنا نقدر نستفاد من البكتيريا دي. وفعلا لو ان البكتيريا ديت فعلا لما جم يدرسوها اكتشفوا ان هي بتستخدم انزيم معين بتحلل مركبات، حاجه كده اسمها الهيدروكسيل امين، ودوت مركب سام بينتج عن تحليل او تحلل حاجه اسمها الامونيوم، بيتحلل حاجه اكسيد النيتروجين. الحاجات دي كلها غير سامة للبكتيريا، ولقوا ان هي البكتيريا بتقدر تتعامل معاها، وان هي بتغير من مركبات غاز الميثان اللي ليها ضرر عالمي وبتحولها لمركبات اقل سمية. وفعلا هم جم في 7 سبتمبر سنة 2020 في فريق بحثي من جامعة رابدور الهولندية في ألمانيا، وعمل دراسة عن البكتيريا دي، وقال ان احنا نقدر نستخدم البكتيريا ديت وسموها الميثانوتروف، وقالوا ان البكتيريا ديت نقدر ان احنا نستخدمها ونحول غاز الميثان من غاز الميثان السام الى غاز الميثان الاقل سميه. وفعلا ان هم في حاليا في الوقت الحالي بيجدوا او بيحاولوا ان هم يشوفوا دراسات جديده تقدر ان هي تخدم البشريه باستخدام البكتيريا ديت لتقليل مخاطر غاز الميثان في العالم. طيب الميثانوتوفليكروبيوم دي كانت بكتيريا احنا عارفينها ولا دي تم اكتشافها مؤخرا؟ وهل هي فعلا تقدر انها تساعد على الحد من ظاهره الاحتباس الحراري اللي موجوده بالفعل؟ ما هو بالفعل يا فندم احنا يعني غاز الميثان هم لما جم يعني لو جينا شفنا طبعا بنشوف طبعا مؤتمرات المناخ العالميه والمشاكل العالميه للمناخ وازاي بيؤثر المناخ على العالم وعامل قلبان كبير جدا، ومنها مؤتمر المناخ العالمي اللي كانت مستضيفه مصر. طبعا لقينا طبعا مشكله غاز الميثان ان هو بيزود الاحترار على الكوكب. صحيح. وهو بيؤدي الى ارتفاع درجه حراره كوكب الارض بسرعه 80 مره اعلى من ثاني اكسيد الكربون نفسه. فانبعاثات غاز الميثان واللي شغاله حاليا بتؤدي الى زياده احترار الكوكب، وهي لقوها ان هي اشد خطوره من ثاني اكسيد الكربون. لذلك اتجهت الدراسات والابحاث ان ازاي ان احنا نحاول احتواء غاز الميثان في العالم بحيث ان احنا نقلل خطورته على الكوكب ونقلل خطورته على المناخ. طيب اذا كان غاز الميثان ده يعني بيمثل حوالي 30% من الغازات المسببه للاحترار الحراري حول العالم، محتاجين قد ايه من البكتيريا دي علشان تقضي على غاز الميثان لو احنا عايزين فعلا يعني نستغل هذا الامر لصالح البشريه؟ هم في الوقت الحالي هي دي بقى الدراسات الحديثه، يعني هي الدراسه الاخيره اللي تمت سنه 2020 قالت ان البكتيريا ديت فعلا لديها القدره
على تكسير غاز الميثان وتحويل السام وتحويله الى غاز اقل خطوره. لذلك احنا في الوقت الحالي الدراسات القائمه حاليا هي دراسات قائمه على ان احنا ازاي نستغل البكتيريا دي ان احنا فعلا نقلل بيها خطوره غاز الميثان. هل بقى كيفيه وهنعرف ننتجها ازاي وهنعرف نطلعها ازاي في النفط ولا هنستخدمها فين؟ طبعا نحطها فين؟ هتبقى هل هي في الهواء ولا هننزلها تحت الارض ولا هنعمل لسه ديت كل دي دراسات بتحاول ان هي بعد كده هتطلع لنا نتائج، والنتائج ديت هي اللي هتكون على اساسها هنقدر للمسؤولين او صناع القرار ياخدوا النتائج دي وازاي ان هم يحملوها على ارض الواقع ويتعاملوا معاها وفعلا يحاولوا يقللوا من خطوره غاز الميثان. لكن طيب. الى الان هم مكتشفين الهدف من البكتيريا، ولكن تحقيقها ازاي هي ديت اللي هتنتج عن الدراسات القادمه باذن الله. طيب البكتيريا دي موجوده بالفعل يا دكتور، لكن هل لو اكتشفنا انها ممكن تساعدنا فعلا بالفعل او نتاكد من نتيجه انها فعلا ممكن تساعدنا، هل نقدر يعني نخلقها في المعامل او ناكد على وجودها في انكيوبيترز بقى او اي ميديا تشتغلوا عليها او اي يعني وسط نقدر نشتغل عليه؟ لا طبعا هم في الدراسه عزلوا البكتيريا ديت وكتروها ولقوها انها بتكتر معاهم وبتكتر معاهم. البكتيريا يا فندم ما بتستحملش درجات الحراره العاليه. معايا حضرتك؟ وهم لقوها في وسط غريب جدا، لقوها وسط بركان. يعني ازاي بركان ودرجه حراره عاليه جدا وفيها بكتيريا؟ فهمني حضرتك؟ اذا اكيد البكتيريا ديت بتقدر تتعايش مع درجه الحراره العاليه دي. طب ايه هي بتعمل ايه جوه؟ جوه البركان. ما هي دايما تساؤل العلماء هو اللي بيؤدي الى المعلومات الخطيره اللي بتطلع دي. اكتشفوا ان هي بتاكل غاز الميثان. معايا حضرتك؟ فهم طبعا عزلوها ولقوها وكتروها وبتكتر على ميديات فعلا حقيقيه، واكتشفوا طبعا من خلال الدراسات ان هي فوائدها. وانا مش عايز يعني اخش في حاجات علميه قويه، هم عملوا ايه في الحاجات دي علشان بس الساده المشاهدين ما نتوهمش عن الهدف الرئيسي من فائده البكتيريا ديت. وفعلا هي البكتيريا ديت اوريدي موجوده وفعلا بيعملوا عليها الدراسات علشان فعلا يتم منها الاستفاده الكامله لتقليل عمليه الاحتباس الحراري. هو ده الهدف الحالي. دلوقتي ان هم عايزين يقللوا الاحتباس الحراري الناتج عن غاز الميثان. فازاي ان هم يقدروا يستفيدوا البكتيريا ديت وطريقتها والطريقه اللي يتم التعامل معاها للسيطره على غاز الميثان وتقليل انبعاثاته علشان ان هم يحموا كوكب الارض من الحراره التي يتم الاحتباس فيها. اكيد. كل الشكر ليك الدكتور محمد عادل استاذ الفيروسات بمعهد الامصال واللقاحات البيطريه، شكرا جزيلا لحضرتك. اخبار ايجابيه كتير. الخبر ده على سبيل المجال العلمي يعني بيؤكد ان ما فيش مستحيل. يعني احنا كنا قلنا ان الاحتباس الحراري وان الكوكب خلاص يعني بيقضي ايامه الاخيره، لكن طلع ان في غاز اسمه غاز الميثان بيوجد في زي ما شايفين حظائر المواشي، الانشطه الزراعيه، حرق قش الرز، حقول النفط، البراكين بينتج عن ويقدر ياكل الميثان اللي هو اخطر 100 مره من ثاني اكسيد الكربون. والخبر اللي جاب الاكثر قصه البريكس انها تقدر تسدد ديون عدد كبير من الدول عبر عدد كبير من الاتفاقيات. اعتقد العالم افضل في الايام القادمه ان شاء الله.